راح تغير رأيك بعد الإمام لما تحضر له مسرحيات شاهد ما شوف شي حاجة ومدرسة المشاغبين وأفلام شمس الزناتي وأمير الظلام ومسلسل فرقة ناقي عطلة. راح تغير رأيك بالممثل حسن الرداد لما تحضر له مسلسل عزمي وأشقان ومسلسل شاهد عيان وآدم وجميلة والزوجة 18 ولما تحضر له فيلم موعد الخواجة. راح تغير رأيك بهشام ماجد لما تشوف أدواره بمسلسل اللعبة بكل أجزائه ومسلسل خصانة بالشياكة وفيلم تسليم أهالي وقلب أمه وسمير وشهير وبهير. راح تغير رأيك بالممثل المصري أحمد عز لما تحضر له أفلام ملاك إسكندرية وكيرا والجن وأولاد رزق بالجزئين ومسلسلات أبو عمر المصري والأدهم. راح تغير رأيك بالممثل المصرية دنيا سمير غانم لما تحضر لها أفلام تسليم أهالي وإكس لارج ومسلسلات زي لهفة ونيلي وشريهان وفلالة لان. راح تغير رأيك بالممثل السوري تيم حسن لما تحضر له مسلسلات الهيبة بكل أجزائه وتشوف دوره فيها والزند والعميد بالإضافة لمسلسل أنا اللي عمل فيه دور مختلف عن العادة. راح تغير رأيك بسامر المصري الممثل السوري لما تحضر له مسلسلات باب الحارة بدور العقيد وأبو جانتي والحرم ليك بالجزء الثاني بالإضافة لأفلام زي المختارون والخلية اللي شاركوا مع أحمد عز. راح تغير رأيك بالفنانة المصرية روبي لما تحضر لها أفلام زي حملة فرعون وواحد تاني وجروب الماميز بالإضافة لمسلسلات شقة ستة ورانيا وسكينة. راح تغير رأيك بالممثل السوري محمد الأحمد لما تحضر له دوره بمسلسلات غرابيب سود وللموت والحجرة وأفلام زي مطر حمص بالإضافة لرجل وثلاث أيام. راح تغير رأيك برزان جمال لما تحضر لها مسلسل الثمن اللي شهرها ودورها بإمبراطورية مين وسرايا عابدين بالجزء الثاني ودورها بما وراء الطبيعة وتشوف أدائها بأفلام مثل كيرا والجن. راح تغير رأيك بأحمد مكي لما تحضر له مسلسل كبير قوي والاختيار بالجزء الثاني وفيلم اتش دبور وتسمع له أغنية وقفة نصيد زمان وأغنية قطر الحياة. راح تغير رأيك بمنى زكي لما تشوف أدوارها بأفلام زي أفريكانو وخالتي فرنسا وأبو علي ومسلسلات زي تحت الوصاية اللي عمل جدل كبير وأفراح القبة. راح تغير رأيك بمحمد هنيدي لما تحضر له أفلام زي صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام وتيتا رهيبة ومسلسلات زي أرض النفاق وعنتر ابن 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 شداد. راح تغير رأيك بماجد الكدواني لما تحضر له مسلسلات زي موضوع عائلي بالجزئين ودوره بالاختيار بالجزء الثاني بالإضافة لأفلام زي اتش دبور والجريمة مع أحمد عز ووقفة رجالة. راح تغير رأيك بأحمد فهمي لما تحضر له مسلسلات زي سفاح الجيز الجديد وريح المدام وتشوفه بأفلام مثل الكويسين وبرامج مثل الفرنجة. راح تغير رأيك بباسم ياخور لما تحضر له دور أبو نبال بخالد من الوليد والولادة من الخاسرة وأدوار كوميدية زي ضيعة ضيعة بالإضافة لبرنامجه أكلناها. راح تغير رأيك بهيفا وهبي لما تحضر لها أفلام مثل حلاوة روح ودكان شحاتة وأشباح أوروبا وتشوف أدائها بمسلسلات زي مريم ولعنة كارما. راح تغير رأيك بنادين نسيب نجيم لما تحضر لها مسلسلات زي 2020 وتشيلو ومسلسل لو وتشوف أدائها بمسلسل 5.5. وإنت اكتب لنا إذا بتحبها أو لا، ولا تنسى اللايك والاشتراك.